تعبير وسائل الإخصاب المساعدة. يعني إيه وسائل الإخصاب المساعدة؟ هي وسائل تساعد العيان على حدوث حملة. قابلية بطانة رحم لاستقبال الجنين. والدة سليمة وحيوان وسليم بإذن الله جنين سليم. الجنين بتاع أطفال النبيب ده أفضل جنين خلقه ربنا على وجه الأرض. من الحقن المجهري بنستطيع تفسير ما هو خافي علينا، إزاي المريض يبقى عنده وعي كامل بإن أنا محتاج الوسيلة دي ودي اللي تنفع معي. الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة عين للخصوبة. أهلا بكم. النهاردة كلام مهم جدا، والكلام أكتر للراجل، لكن طبعا الست لازم تفهم. ده أنا هقول لكم حاجة غريبة جدا، عملوا دراسات لقوا إن الأشياء الآتية تؤثر على قدرة الراجل على الإنجاب. أول حاجة، مشاهدة التلفزيون أكتر من 5 ساعات في اليوم. الدراسة دي اتعملت في كوبنهاجن، مجموعة في جامعة مهمة جدا في أوروبا اسمها جامعة كوبنهاجن، وجدوا أن مشاهدة التلفزيون أكتر من 8 ساعات بيأثر على الحيوانات المنوية بنسبة أساسا بتوصل إلى، مش نسبة كبيرة بس، من 37 مليون لكل ملي من السائل المنوي بتقل ل 32 مليون، حاجة لا، من 52 مليون تقل ل 37 مليون، يا خبر أبيض. حاجة تانية، لقوا ان ركوب الدراجات بيهدد السائل المنوي، بيقلل السائل المنوي عند الراجل بنسبه تصل الى 15% من اللي ما بيركبش دراجات، ولقوا ان الوقت المناسب لركوب الدراجات 5 ساعات في الاسبوع، معدل اكتر من كده يؤثر على الحيوانات المنويه. الحاجه الثالثه بقى الغريبه جدا، لقوا انه تناول فنجانين من القهوة يؤثر على تواجد الحيوانات المنوية، وقالوا أن تناول فنجان واحد أفضل كتير جداً من تناول فنجانين. حاجة رابعة، كلها حاجات بنعملها، الأكل الدهني، الأكل بتاع الفاست فود، لقوا الأكل الوجبات السريعة، لقوا أن نسبة الكوليسترول العالية اللي موجودة في هذه الأوعية من الأكلات تؤثر على الحيوانات المنوية. وأي حاجة تأثر على الحيوانات المنوية تأثر على هرمون الذكورة، تخلي الراجل هرمون الذكورة عنده يقل. في ناس بقى بتعمل حاجات أسوأ من كده بكتير، يعني ده جنب المخدرات ولا حاجة، مخدرات بقى تنسف هرمون الذكورة تماما، تدمره تماما، الكحول يقلله بشكل سريع جدا. النهاردة اللقاء مثير ومهم جدا عن دور الزوج في تأخر الإنجاب. ضيف العزيز قيمة علمية متميزة للغاية، كاريزما رائعة، حضور علمي على أعلى مستوى، مدعوم بتاريخ طبي وإكلينيكي رائع جدا وتجارب كثيرة ومتنوعة وعديدة على عدد ما شاء الله كبير من الحالات الإكلينيكية السريرية المرتبطة بتأخر الإنجاب. فهنسمع قصص مدعومة علمية، مدعومة بحقائق مهمة جدا شفناها على أرض، أو شافها ضيف العزيز على أرض الواقع. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير أستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي، أهلا بيك يا دكتور عبد المعطي، منورنا. الله يخليك. ده 4 حاجات أهم خطر جدا. الله يخليك، ده أنت جبت كنا نتكلم في الحاجات دي على فكرة. هنسمع منك أكتر وأكتر، لكن خلينا نبدأ بالجزء الأول في تأخر الإنجاب الخاص دور الرجل، بالجزء الخاص بالأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ تأخر الإنجاب بسبب تأثر الحيوانات المنوية أمر شائع جدا، بسبب أمراض كثيرة تلعب دور مهم في هذا الأمر وتؤدي إلى تأخر الإنجاب. أبيض طبعا. كلام مظبوط يعني. أولا يعني أنا بتكلم عن حتة مهمة أوي في الحتة دي، إن الراجل في أمراض عنده عضوية وأمراض بيولوجية تؤدي إلى تأخر الإنجاب، بلاش أقول أمراض السائل المنوي. الأمراض العضوية زي إيه؟ يعني المفروض أما يجي العيان متأخر في الإنجاب بفحصه الأول، بفحص الزوج قبل الزوجة. العضو القصير جدا يؤدي إلى تأخر الإنجاب، العضو الكبير جدا طويل جدا يؤدي إلى تأخر الإنجاب. مفاجأة دي.
الجزء الثاني اللي مفيد. اه الحاجه الثانيه هم العيوب البيولوجيه الموجوده، زي مثلا واحد عنده فتحه البول اسفل العضل، هايبوسبيتس. هايبوسبيتس دي من الاسباب الرئيسيه اللي مش هيحمل الا بالتلقيح الصناعي على الاقل. في حاجه ثالثه مثلا زي ضعف الانصاب. ضعف الانصاب من الحاجات اللي تؤدي الى وصول حيوان منوي داخل المهبل. في حاجه رابعه اللي هو ومهمه جدا الفحص فيها، عدد مرات الجماع، سيكشوال هيستوري. ده مهم جدا جدا عند العيانه، انها تسال العيانه وزوجها عدد مرات الجماع. مش معقول يكون واحد عندي بيجامع زوجته مرتين في اليوم او مره كل يوم وما تاكدش ان حيوان منوي ده طبيعي بعد مره في اليوم او مرتين. ممكن يحصل له اوليجوسبيرم، يعني عدد يقل جدا والحركه تقل جدا بسبب كثره الاستخدام. الجماع المناسب اللي هو مرتين في الاسبوع. ولذلك ما بنحلل العيانين بنقول لها يقعد يومين ثلاثه بعيد عنك وبعدين ايه يعمل تحليل سائل منوي. اشمعنى يومين ثلاثه؟ لان ده الطبيعي، قدره الخصيه لتكوين عدد طبيعي متكامل بياخد من 3 ل 4 ايام. طب لو عندي زوج بقى كل يوم، بالتاكيد قدره الخصيه مش هتبقى كامله. فده مهم جدا، ده مهم بشكل قوي جدا، انك لازم تبقى عارف السكشوال هيستوري بتاع العيان. الحاجه الاخيره اللي هي السائل المنوي. السائل المنوي ده هنتكلم عليه كتير بقى. يطلق الكثيرون كلمه غير مفسر السبب، ويكون السبب في تاخر نزول الخصيه، تاخر في عمر الطفوله بالنسبه للرجل. الكلام ده ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ طبعا هو ابيض، بس التاخر نزول الخصيه ده سبب رئيسي لعدم الانجاب، الاستريليتي مش الانفرتيليتي كمان بقى، يعني التاخر الانجاب، ما فيش انجاب اساسا، الرجل ده عقيم. النقطه دي مهمه جدا ومهمه قوي للاسر. عندي طفل مولود والخصيتين بتوعه مش موجودين. انا اذكر لك حاله، ست كانت دايه، عارف دايات الارياف، وبعدين بتفحص ابنها بعد ما ولدته لقيته ملوش خصيتين، فراحت قالت لجوزها الواد ده ملوش خصيتين، شتمها شتيمه سيئه جدا، انت ليه فجره، وقالت له بص على الحاجات دي ليه. فجانا الزوج ده، الولد ده جاني عشان يتعالج عشان الخلف، ولقيت الخصيتين الى الان لسه ايه معلقين فوق. طبعا ما فيش حاجه اسمها حمل، وهي كانت معاها تقول له منه لله ابوه الله يرحمه، بس هو منه لله هو اللي منعني ان انا اكمل كلام. انا سكت خالص وخفت من الشتيمه والزعيق، وقفت خالص وما رضيتش اتكلم في الولد ده. الوضع عدم ثقافه، ضاع الوضع. اذا العمليه ما اتعملتش بتاع نزول خصيتين في كيس الصفن قبل مرور سنتين انسى، ما فيش حمل نهائيا. الراجل ده عقيم عقيم. يبقى لازم ناخد بالنا من الكلام ده. واللي فضل طبعا اندسنتس دي بتعمل كانسر بعد كده. انت لو سبتها تبقى كارسينوجينيك. يفضل استئصالها كمان. السؤال الجاي ده سؤال برضو مهم قوي. من يتولى التعامل مع مثل هذه الحالات؟ لا ينبغي ان يكون فريق متكامل وليس فرد واحد، لانه التنوع في التخصص حتى بالنسبه للرجاله تنوع كبير. ابيض. ده لازم يكون فريق متكامل من الذكور والنساء. يعني ده مهم جدا. والمساعدين بتوعهم لازم يكونوا ومعمل طبعا متكامل عندهم في المركز. السؤال القادم مهم قوي. اضطرابات الغده النخاميه كهرمونات مهمه جدا وتلعب دور مهم، وبدات تبقى منتشره بين الرجال. ابيض. ابيض. ايه بقى اللي عندك؟ هرمونات الاف اس اتش وهرمونات ال اتش. شوف حته مهمه قوي يا دكتور ايمن. وهرمون البرولاكتين من الحاجات المهمه جدا جدا في ضعف الحيوانات المنويه. هرمون اللبن. هرمون اللبن ده عند الراجل ساعات بيعلى، ياثر على قدرته الجنسيه ورغبته كمان. القدره، الرغبه والقدره وتكوين الحيوان المنوي. زي ما بيعمل هرمون البرولاكتين عدم تبويض في المراه، بيعمل توقف الخصيه في الرجل. ده هرمون عجيب، هرمون حساس جدا. حساس جدا. يعني اي انفعال، شويه اي ستريس، توتر، شويه ضغط نفسي، تلاقي الهرمون عالي والدنيا باظت. تجربه على مشجعين مانشستر يونايتد. والله جابوا مجموعه وعملوا لهم التجربه دي. المجموعه مش جدا. لقوا طبعا المشجع الانجليزي بطبيعته لقوا انه لما ينهزموا مستوى البرولاكتين بيعلى جدا عندهم. وهرمون التستوستيرون معاهم كمان برضه. هرمون التستوستيرون هو هرمون الذكوره، لو قل بيأثر جدا برضه على تكوين الحيوان المنوي. ف
فدي الهرمونات دي حاجه اساسيه جدا، ولازم قبل ما ابدا اي علاج للرجل لازم اكون عامل هرمونات كامله. يعني اطفال الانابيب هي الحل الامثل لقله عدد الحيوانات المنويه؟ لا مش الحل الامثل، هي يعني هو هنا ما نقولش اب، نقول رمادي. اوكي ليه؟ لان اطفال الانابيب لها مقاييس معينه، تكون عدد الحيوانات المنويه قويه الحركه وعددها طبيعي. اطفال الانابيب خلقت لعيوب المراه، انسداد الانابيب، ولذا هنا سميت اطفال الانابيب. هي ما سميتش اطفال الانابيب عشان يحطوا في انبوبه، لا، عشان انابيب المراه مسدوده، فاعتبرنا اللي هنعمله ده كله مكان الانبوبه. احنا قمنا بعمل اخر مكان الانبوبه بتاع قناه فالوب بتاع المراه. فمش هي الحل الامثل، لان لو عندي حاله، لو عندي واحد حيوانات المنويه 3 مليون ما ينفعلوش اطفال انابيب. لو عندي واحد عنده انسداد في الحامل المنوي والعنايه تاخد من خاصيه، لا يصلح معها اطفال انابيب. دي حالات ذكر لها فقط الحقن المجهري. السؤال الجيد، السؤال مهم. طيب التلقيح الصناعي هو الحل الامثل لمرضى ضعف الانتصاب، مرضى القصف المرتجع، مرضى العيوب الخلقيه اللي القصف فيها اكيد ما بيطلعش البيض. ابيض 100 في الابيض ناصع يعني. ده الحل الوحيد. الحالات العيوب البيولوجيه اللي عند الانسان الذكر الرجل، علاجه الوحيد التلقيح الصناعي، ونتائجه فيه هايله جدا. يعني النتائج عندنا في التلقيح الصناعي 18%، في مثل هذه الحالات لا. لما يكون الراجل طبيعي في القصف وكل حاجه طبيعيه وما توصلش، يبقى النسبه 18%، لان في حاجات احنا ما نعرفهاش. حاجات مثلا زي الكابوت بتاع الحيوان المنوي، القمه بتاع الراس دي ممكن ما يكونش بتخترق البويضه، لكن هنا انا عيان ما وصلش حيوان منوي، يعني واحده ست ما اتجوزتش لسه، لما باخد السائل المنوي حقنه هنا بتجيب نتائج عاليه جدا. ما بتبقاش 18، بتعدي بقى ال 50 وال 60، زي كانك بتعمل حقن. انت بتمثل لهم جماع طبيعي، كان زوجين طبيعيين يتجوزوا ويخلفوا لوحدهم. ده الحوار معك ممتع، لكن خلينا نروح للجزء الثاني الاكثر امتاعا. انا بحب قوي بقى ان انا اسالك في المتهم والجانب البريء، لان انت عندك حته الاجريسيف اللي هو ايه، لا تخشى في اللو حقي لو متلائم طبعا. فانا بحب ده، فده بقى بيخلي الحوار ربنا يخليه. لا بس يعني انت موهوب في الحكايه. فتعالوا نشوف بقى راي الدكتور عبد المعطي بيه في المتهم في الحته دي. ما هو على فكره كتير هنلاقي متهمين وجناه، ونشوف مين البراء، متهم وجاني وبريء. جاني متهم ام بريء؟ طبيب بدون اجراء فحوصات، بدون ما يعمل فحوصات، بيتخذ قرار سواء تلقيح صناعي او حقن مجهري، يلا بينا نعمل. متهم متهم، اصل كده بكلف العيان اكتر من طاقته على الفاضي. مع ان الموضوع ممكن يكون موضوع بسيط جدا، علاج شهر ولا اتنين ويخلص الموضوع يعني. فده متهم على طول، لازم اجراء الفحوصات كامله للذكر، للرجل وللست. طيب السؤال الثاني بقى ده قضيه رئيسيه، الدوالي. دي قضيه رئيسيه كبيره. من يقوم بعلاج الدوالي مباشره قبل النظر لسبب العقمه او قبل دراسه سبب العقمه ولا دوالي؟ يلا نعمل عمليه دوالي عشان ناخد فلوس. جاني جاني مش متهم، ده جاني جدا، جاني جدا. يعني شوف حضرتك، دوالي خاصيتين موجود عند 50-60% من المجتمع المصري. يعني 50-60% من الرجال عندهم دوالي خاصيتين، ولكن ليس لها تاثير الا في حق لا يزيد عدد 5% منهم بس اللي بيتاثروا بالدوالي. ولازم الدوالي تكون ايه؟ اولا كلينيكالي ابرنت، يعني محسوسه اكلينيكيا بايديا، مش معتمد على ايه. لو عملنا سونار دوبلر لكل الذكور هنلاقيهم عندهم دوالي، وهتلاقي عندهم ارتجاع في الدم واحنا بنعمل الدوبلر، لكن ده مش دوالي محسوسه. لو حاسسها بايديا والفين باين خالص، فدي نقول عنده دوالي. هل هي مأثره او لا؟ حاجه واحده بس، لازم ادي العيان ده من 3-6 شهور علاج الاول. اذا ما جابش نتيجه يبقى يا خابت يا تنعور، مش قضيه. لان الدوالي مشكلتها فين؟ مشكلتها اذا انا عملت الدوالي العيان استجاب يبقى كان عنده دوالي فعلا هي اللي مأثره عليه، ان لم يستجب ف
فما كانتش هي السبب الرئيسي. ولن يصلح معه اي علاج دوائي بعد يوم بعد الدواء. يبقى انا ادخل في حته واحده يا خابت يتنعوا. يعني هي يعني يا صحت يا خابت بقى. اذا صحت اهله سهل، اذا خابت يبقى نلجا لوسيله اخرى، ما خسرناش حاجه ما خسرناش حاجه. طب حته ثانيه عايز اقولها، الدوالي في حاله واحد حيواناته المنويه سليم وكلها ميته، اللي هي بتاعه البربخ اللي عنده التهاب في البربخ، دي جريمه. أيوة. وشخصها ازاي يا دكتور ايمن بقى؟ دي مهمه جدا. انا عايز دي لاخواتنا كلهم بقى وزمايلنا كلهم. انا عندي عيان عنده 100% حيوان ميت، عامل تحليل بقاله كام يوم؟ بقاله 3 ايام. يعني الحيوانات المنويه مخزونه في المربخ بقى لها 3 ايام عايشه في هذه البيئه القذر. طب انا عايز اتاكد ان البربخ ده هو السبب. انا بعمل له حاجه اسمها سكند ايجاكوليت. يعني ايه؟ يعني احلله النهارده وبعد 6 ساعات او 8 ساعات اعمل له تحليل تاني. التحليل التاني اللي جاي منين بقى؟ جاي من الخصيه مباشره، ولا على ما انا حقش لسه يتخزن في المخزن. اذا لقيت الموتوريتي المتحسنه جريمه لو عملت الدوالي، كرايم يعني بمعنى جريمه. لو لقيت اتحسنت الحركه ما خدت جديد، ده بقى عندي كده التهاب في البربخ رسم اهو. لو انا عملت الدوالي زودت التهاب البربخ. اصل الدوالي بتعمل ايه؟ تدخل جراحي بيزود الكونجيشن والاحتقان في البربخ اكتر، وبالتالي بتبوظ الحلقه اكتر، بتبقى اكثر سوءا. يعني انا عندي مجموعه من الاوهام كبيره حوالين الرجل بلا شك، اكبرها الوهم المشهور انه طالما هو بيأدي جنسيا خلاص مش بيعملش فحص، او طالما هو عمل فحص قبل كده وطلع سليم من 7-8 سنين هيعمله تاني ليه؟ ما هو لسه عامله قريب من 7 سنين، او خلف مره قبل كده، او خلف مره قبل كده، او خلف 4 قبل كده. انا خلفت 4، الاربعه ويجيبهم لك كده يقول لك الاربعه الكبار دول انت حلل ازاي ده مخلف 4؟ ده كل واحد فيهم يعني يخلف. من اسباب الرئيسيه ده طبعا مش عارف هو بتقول الابيض ولا لسه، احنا لسه رايحين للوهم والشكل ده موجود في الوهم. ده طبعا شرط اساسي للناس اللي هم قلت عليهم مقاييسهم دول، تحليل السائل المنوي حتى لو مخلف بدل مره 5. لو تاخر انجاب، اكتر رجل اكتر واحد معرض في الزوجين للضعف والتغيير هو الرجل. الرجل ده النهارده يبقى 100 100، بعد 3 ايام تلاقيه وحش جدا والله العظيم. شويه ستريس زي ما بقول لك، شويه ستريس البروتين يبوظ والدنيا تبوظ، يعني الدنيا اتغيرت يعني. فمهم قوي تحليل الزوج. احنا غلابه جدا يعني. لا يعني تلاقي خناقه زوجيه قلبت الراجل من عنتر الى الى ما فيش خالص. طب تعالى نشوف كتير من الاوهام الحقيقه حوالين موضوع الرجل بالذات. تعالوا نشوف الوهم والشك واليقين. وهم شك أم يقين؟ التدخين والسمنة طبعا ده يقين من غير ما أقول ده إيه؟ السمان واللي بيدخنوا أساسيين في ضعف الحيوانات المنوية وقلة العدد. يعني ما يجيش أعمل دوالي الواحد عنده تدخين وسمنة وأقول له بطلش تدخين الأول وخد علاج. يعني ليه ألجأ لده؟ السبب واضح. الحقيقة من ضمن سعادتي جدا في قبولك للدعوة وتشريفك لينا حاجة مهمة جدا، انت من اكتر الناس اللي بشوفها سردا لمعلومات في زمن معين. يعني دي مقياس بدأنا نشتغل عليه دلوقتي. فبنعمل نشوف في النص ساعة كل دكتور بيقول كم معلومة. فانت من اعلى الناس في سرد المعلومات في خلال نص ساعة، عدد معلومات رهيب بيتقال ورا بعضها. يعني ما شاء الله، ده شيء مهم جدا. في ممكن حد يتوغل في معلومتين او ثلاثه بشكل تفصيلي، لكن انت عدد ذكر المعلومات يعني كتير جدا، فده شيء احنا بنبقى سعداء. وهدفنا الاستفاده، هدفنا الناس تستفيد على قدر المستطاع. يعني احنا سعداء بهذه الزياره، اسم كبير وما شاء الله كاريزما رائعه ومتعه في الحوار. وزي ما انا قلت عدد لاني دايما حلقات دكتور عبد المعطي بيت دايما هتستفيدوا كم معلومات هائل في زمن قياسي، وكم المعلومات الهائل ده هتفهموه كله. يعني انا معتقد انه 100% من كل معلومه قيلت رغم ان في معلومات منها صعبه برضه وصل لكم. الراجل يحافظ على نفسه قوي، ما تنسوش التذكره اللي انا قلتها، التذكره مهمه، يعني رشدتها مهمه. اطلع بره الزحمه،
اطلع بره الزحمه، اقعد في الخلا في الهوا. ما تقولش يا اخي السوبر ماركت جنبي، هيتوجد لك سوبر ماركت يا عم. المدارس العيال يا عم، في مدارس في كل حته، العيال حتى تشم هوا كويس. ما وانت فاكر الشغل بعيد عني، هتروح يا عم شغل هو يعني انت ده، انت بيبقى شغلك في المهندسين وانت ساكن في المهندسين وبتروح متاخر. الشارع واقف بتاع جامعه الدول وشهاب، اطلع بقى هتيجي من الشيخ زايد لهنا اهو زي ما هتروح من المهندسين للمهندسين. اطلع بره الزحمه، فاهمني؟ فاهمني. نورت سعد، الله يخليك يا عم. ضيف العزيز استاذنا الاستاذ دكتور عبد المعطي السمنيدي، كان منيرا في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه.